أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من اليمن أصل الحكاية. سنذهب هذه المرة لحكاية عبقرية الإبداع المعماري في شبام حضرموت. الآثار المادية للحضارة اليمنية رغم مرور الزمن واندثار الحضارة اليمنية لا تزال حاضرة. الاندثار طبعا كان لأسباب لها علاقة بالتاريخ والسياسة أكثر من علاقتها بالجغرافيا والإنسان اليمني. وكما هي الشهادات والدلائل التاريخية التي لا تزال حاضرة حتى هذه اللحظة أن اليمن عبر التاريخ تعيش بين محنة ثنائية الجهل والتسلط ومنحة الأرض والإنسان. في كل المراحل التي شهدت اليمن كان مفتاح العبور الحضاري هو الانحياز للأرض والإنسان باعتبارها منحة اليمن، وكان قيد العبور الحضاري هو الانحياز إلى التسلط والاحتكار، وكان ذلك محنة اليمن التاريخية. في هذه الخاطرة من اليمن أصل الحكاية سنقف مع أهم بصمات الشخصية اليمنية في شبام حضرموت، واحدة من أهم المآثر الحضارية التي كانت ولا تزال حاضرة كشهادة حضارية عن ناطحة السحابة الأولى في العالم بحسب شهادة الرحالة والباحثين، وبحسب الإثباتات التي لا تزال حاضرة كمتحف حضاري واقف على هيئة سلسلة من المباني الطينية بالغة الارتفاع جسدت عبقرية الإبداع المعماري للإنسان اليمني، وهو الذي استطاع أن يحول المواد الأولية من التربة والرماد والماء إلى مواد بناء بلغت أعمارها تاريخ طويل وقاومت عوامل التحلل والتعرئة في قلب الصحراء. تنسب شبام حضرموت بحسب المرويات التاريخية إلى بانيها الحميري شبام ابن الحارث ابن حضرموت الأصغر ابن سبها الأصغر ابن كعب ابن سهل ابن زيد الجمهور، ويرتفع إلى الهميسع ابن حمير ابن سبا الأكبر من قحطان. وهذه النسبة قد تكون نسبة بناء وإنشاء وربما نسبة سكن واستيطان. كانت شبام حضرموت من المدن المعروفة والمشهورة بين القرن الرابع عشر قبل الميلاد والسادس بعد الميلاد، وكما ذكر ذلك المؤرخ جورجي زيدان في كتابه. مدينة شبام كما وصفها لسان اليمن الهمداني مدينة الجميع، كانت مدينة عظيمة ممتدة على سفح جبل من المدخل الجنوبي ويسمى الخبة حتى الوادي الشمالي، ومن الشرق من الموقع الذي يطلق عليه وادي شقية حتى أطراف المكان المسمى بجرب هيصم. لم يسكنها غير العرب القحطانيون في الأزمنة القديمة إلى حوالي القرن السادس والسابع الهجري، حيث خالطهم من العدنانيين جماعة من قريش. العوامل التي أحاطت بشبام: أولا من حيث المساحة ورقعة المباني، كانت شبام بحسب المرويات التاريخية متسعة أكثر مما هي عليها الآن، إذ هدمتها السيول وجارت عليها الحروب بالويل والخراب. والاتقاء الخطر الأول اللي هو خطر السيول، توصل مهندس شبام إلى فكرة بناء سد الموزع غرب شبام. عندما التقى مياه السيول وضع بطريقة ذكية جدا، وتم بناء من الحجر والطين ولب الصدحة بملاط الرماد، وهي مواد أولية عملت بفكر هندسي سليم وأيدي فنية تمتلك خبرة كبيرة جدا من القرن العاشر الهجري، ولا تزال صامدة حتى الوقت الراهن. تعد شبام حضرموت آية من آيات العمارة اليمنية والتخطيط الحكيم، فهي من ناحية تحمي المدينة من السيول طريقة التخطيط والبناء، وتنظم أيضا في نفس الوقت عملية الري الزراعي بطريقة مدروسة، ولذلك سمي هذا السد الذي تم تصميمه لهذا الغرض بسد الموزع نتيجة اشتقاقا من توزيع المياه. يحيط بشبام سور قديم من الطوب الطيني، ولهذا يطلق عليها بالمدينة المسورة، حيث يعتبر هذا السور الخارجي وسيلة مهمة جدا من الناحية العسكرية للدفاع عن المدينة. ويوجد بهذا السور مدخل واحد فقط للمدينة يسمى السدة أي البوابة الكبيرة، وهي تتصل مباشرة بفناء داخلي كبير يعتبر من المساحات الرئيسية في مدينة شبام حضرموت. وتقع هذه البوابة في الطرف الجنوبي من المدينة وفي القلب على وجه التحديد من وجود هذا السور. طبيعة موقع شبام، أسرار البناية المرتفعة فيها. طبعا بالنسبة للموقع، تقع مدينة شبام على ربوة ترابية تحيط بها أراضي زراعية من كل الجهات تقريبا، نظرا لضيق المساحة الأفقية انطلق بنيانها إلى عنان السماء حتى وصل في بعض الأحيان إلى 9 أدوار من الطين.
نتيجة ضيق المساحة ومحاولة إنتاج مبنى يضم أكبر عدد ممكن من السكان. تم تخطيط المدينة أيضاً بطريقة دقيقة ومنظمة جداً. كان التوسع الرأسي أيضاً يراعي الضرورة السكانية. بالرغم من ضيق المساحة وانعكاسها على عدد السكان، إلا أنه تم التفكير في كيف يجب أن يتوفر للمدينة نوع من الرهبة، وبالذات فيما يتعلق بطبيعة الهندسة والتصميم، حتى يشعر العدو بضآلته أمام ارتفاع هذه المباني الشامخة والقوية. وكذلك نظريا لأهمية شبام من الناحية السياسية، كان من الضروري تخطيط المباني العامة للمدينة بشكل يوحي إلى أهمية إرثها المدني والإرث الحضاري فيها، وبالذات فيما يتعلق بتخطيط المساجد والأسواق. توجد أيضا إلى هذه اللحظة آثار لمستشفى شبام القديم، وبحسب الباحثين هو على مقربة من زاوية السور الشمالي والشرقي للمدينة. يلاحظ أيضا إلى فكرة مهمة جدا في شبام حضرموت، التلاصق الشديد للمباني، وأيضا أدى هذا التلاصق الشديد إلى عمل دهاليز وممرات تسمح بمرور السكان. وأيضا تم تصميم شبكة طرقات منتظمة في المدينة بشكل بسيط جدا. الهدف منها ضمان الناحية الأمنية والدفاعية للمدينة، بحيث أنه يكون أكثر سكان المدينة هم أكثر معرفة بطبيعة هذه الدهاليز وطبيعة هذه الطرقات أكثر من غيرهم. المساحة المحدودة التي تقع فيها شبام، الأودية التي تحاط بها، مياه السيول، التنوع الزراعي الموجود في شبام، النخيل والعديد من الزروع المتنوعة، المكانة السياسية باعتبارها أنها كانت عاصمة لعدة دول سادت المنطقة، جعل هذه المدينة محاط بها سور، والسور هو إشارة إلى المركز السياسي المهم التي كانت تتمتع به. فيما يتعلق بالمدخل الوحيد وهو سد شبام، أيضا بيوت ومنازل المدينة المختلفة المبنية من اللبن، الارتفاع الذي يعتبر بشكل هندسي مثير جدا. وفيما يتعلق بنقطة مهمة جدا وهي سمك الجدار في العمارة الشبامية، يقول الكثير من المهندسين والباحثين أن جدران الدور الأول للمنزل الشبامي تتراوح ما بين متر إلى مترين، وهي إشارة إلى أن هذا الغلظ وهذه المساحة في طبيعة الجدار كفيلة بحماية مبانيها الأثرية وجعلها حاضرة لمئات السنين. منظمات تابعة للأمم المتحدة زارت شبام حضرموت، سواح من جميع الدول العربية، جميع الدول الغربية جاءوا لمشاهدة هذا الفن المعماري الذي برع فيها الإنسان اليمني في شبام حضرموت، وبالذات فيما يتعلق بتفحص مكوناته من اللبن والتبن، وكيف أن هذه بعد مرور 500 عام ظلت حاضرة رغم أنها تم بنائها وهندستها من المواد الأولية، وإضافة عليها النورة اللي هي الحجر الكلسي، وهي تعكس أشعة الشمس بشكل بالغ الجمال، ويعكس طبيعة هذا الفن الحضرمي فيما يتعلق ببنية العمارة ودخول هذا النورة، وهي مادة استخدمها اليمنيون قديم فيما يتعلق بتزيين العمارة، وإضافة عليها بعض الصبغات بحيث أنه يصبح اللون الطيني مع لون الأبيض للنورة مع أشعة الشمس، يعكس هذا الفن العبقري الكبير من فن العمارة الشبامية. مشاهدي الكرام، للتوسع في هذا العبقرية المعمارية هنالك العديد من المراجع التاريخية والمصادر، أبرزها الهمداني في وصف جزيرة العرب، وهو يعد من المراجع المهمة، بالإضافة إلى مادة في جريدة 26 سبتمبر استطلاعية حول مدينة شبام وتم إصدارها في عام 1997 تقريباً، مادة محمد عبد الله الحماد وهي العمارة الطينية في الجزيرة العربية، مادة أيضاً منشورة في مجلة المدينة العربية تتحدث عن فكرة شبام، بالإضافة إلى دراسة مهمة جداً لطلبة كلية الهندسة جامعة عدن، وهي دراسة عن مدينة شبام مقدمة للندوة العلمية لصيانة مدينة شبام وأثارها في وادي حضرموت، بالإضافة إلى مادة مهمة جداً عن مدينة شبام وهي لسلمى سمر الدملوجي عن اسمها وادي حضرموت هندسة العمارة الطينية، أيضاً مادة أخرى عن مدينة شبام وتريم لشركة المطبوعات للتوزيع.
مادة أخرى وهي مهمة من وجهة نظري لعمر أبو بكر الشبامي، شبام حضرموت، ناطحات السحابة الطينية، الأثر والتاريخ. مشاهدي الكرام، نذهب وإياكم إلى مناظر من مدينة شبام حضرموت، مصحوبة بأغنية شبامية حضرمية للفنان القدير بدوي زوير، وهي عنوانها هات لي خبر من سعاد، وسعاد هو اسم شبام حضرموت. أودعكم على طريقة التحية في الحضارة اليمنية القديمة. بسم الرحمن بدأنا، بسم الرحمن ختمنا، والسلام على ملكوت حمير وسبا. هات لي خبر من سعاد، كيف الحبايب وكيف الناس على البلاد، هل يذكرون الوداع؟ هات لي خبر من سعاد، كيف الحبايب وكيف الناس على البلاد، هل يذكرون الوداع؟ ولا يا أساس وأنا ما زلت معهم ودود، اللي قد مضى بيننا على مروى وجود. لهم مباني كما من شادات الحمال، من هم ومن آل عاد، قلب أسس وشاد، لهم مباني كما من شادات الحمال، من هم ومن آل عاد.